ليه دور والاثنين يمثلوا الدولة المصرية. فلا يمكن ان احنا نقعد قاعدين نتبادل الاتهامات. ما تيجي نشتغل بدل ما نعمل الكلام ده، ما تيجي نقعد نشتغل، ما تيجي نشوف المزارع السمكية ايه اخبارها وبتعمل ايه في نهر النيل وبتعمل ايه في الترع والمصارف. سيادتك لما اديت دلوقتي المثل قلت لو مصرف التراوي مش عارف 380 كيلو لو عملت كله سمك، مين اللي قال ان انا اقدر اعمل له كله سمك؟ هي مش في طقس تعبيه؟ مش في طقس تعبيه لنهر النيل؟ مش بتتحسب دي؟ هي بتتحسب كده واحنا قاعدين هنعمله كده، ولا بتتحسب ايه المناطق وفين بؤر التلوث وفين الحمل العضوي ليه ثم نبدا نخطط الانشطه؟ احنا ما خططناش، احنا بنشتغل يا فندم. بس خليني بس اخلص، خليني اخلص كلامي، انا خليني بس اخلص كلامي كويس، لان انا بس مش عايز اقول ان في قطاع يعني مجني عليه وقطاع جاني كويس. الصرف الصحي مشكله كبيره في مصر، انت مديت الميه لقرى وما عملتش الصرف الصحي، عملت الكلام ده قبل كده للانتخابات مش كده ولا ايه؟ مش كنا بنعمله علشان الانتخابات كويس ونيجي نلغي العقوبات في الانتخابات؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ طيب زعلان ليه؟ كويس، مش احنا لسه كنا مع السيد الرئيس وطلبته السادة الفلاحين ان احنا ننزل وان السيد وزير الري يشيل العقوبات الخاصه بري الارز ونزلناها للنص، صح ولا مش صح؟ كويس، يجب كل واحد فينا يلتزم. احنا والسيد الرئيس في الاجتماع قال بكل صراحة ان احنا في مرحلة حرجة تحتاج كلنا ان احنا نضحي. ده مش معناه ان الدولة ما تعملش حاجة وما تعملش حاجة، لا، ضروري كلنا نضحي، كلنا ضروري نضحي، لان من غير ما كلنا نضحي وكل غير ما كلنا نجتمع مع بعض ونشتغل مع بعض مش هتقدر تقوم الدولة المصرية حكومة وشعبا. خليني ارجع بسرعة، بلاش اتكلم في السياسة لان انا المفروض راجل فني ماليش في السياسة كويس. يا فندم معلش معلش، انا هقول لسيادتك، انا هقول لسيادتك القطاعات الاخرى اللي بتضحي كويس، انا هقول لسيادتك القطاعات الاخرى اللي بتضحي. ما عامل حسابي على برزنتيشن ولا اي حاجة. 9000 متر مكعب تم التحكم فيهم تماما، ما ينزلوش في نهر النيل، ده 30% من الصرف الصناعي. 17000 متر مكعب في السنه بيتم توفيق اوضاعهم وعاملين برامج وبنراجعهم. 3300 عصيين، منشات عصيه، خلينا نتكلم بقى بصراحه، منشات عصيه وملك للحكومه، ولكن جالي التوجيه الحكومه زي القطاع الخاص، وحتى مع انهم بيقدموا سلعه مدعومه وتكلفة التمويل هي المشكلة، ولو مولوا هيأثر على سعر السكر كويس؟ لها كويس؟ بس أنت تسابق الزمن كويس؟ أنت حكومة جاي أساسا وعندك 5-6 أشهر، فالبعد الزمني اللي أنت بتخطط له، أنا راجل أستاذ تخطيط أساسا كويس، محدود جدا، في حين ان حجم المشكله كبير جدا، في حين ان اثر الكلام ده عشان الناس تحس بيه هياخد دوره بيئيه طويله. انت حضرتك التلوث ده ما حصلش من يوم وليله، الكلام ده بيحصل من 30 سنه فبنعاني من مشاكله دلوقتي. نهر الراين خد 30 سنه عشان ترجع فيه الحياه السمكيه، هواء طوكيو خد 30 سنه عشان يرجع، وارجع لشوف الويب سايت وشوف هواء طوكيو سنه الستينات كان الناس كلها لابسه كمامات وبالشغل قدروا يوصلوا لكده. ولكن اهم حاجه، اهم حاجه ان يكون عندنا رؤيه، ان يكون عندنا هدف استراتيجي، ان يكون عندي اهداف مرحليه، ان انا يكون راجع الكلام ده، بنتابع الكلام ده، بنوجه فين نعمل الكلام ده. ايوه مصرف الرهاوي مصرف كلنا واحنا من صغيرين كده اهو، لما كنا ابتدينا نقول بقى بيئه كان الرهاوي والمحيط يعملوا لنا حاجه في دماغنا، لان اكبر كميه تلوث موجود فيها وبيمر بمناطق كثافة سكانية وكثافة أنشطة عالية جدا كويس. في واحد يقول لك اصرف على البحر، وفي واحد يقول لك اصرف على الصحراء كويس. الصرف على الصحراء بالذات ضروري ندرسه كويس، لأن لا نريد أن ننقل مشاكل التلوث اللي في الوجه البحري
الى الصحراء الجديدة، هيأثر على المياه الجوفية. العملية مش عملية ان انا اخلص، طريقة الصرف الصحي ان انا اخلص ما بقتش هي التوجه الرئيسي لإدارة مياه الصرف، بقى التأكد من ايه؟ كيف اعيد الاستخدام. اهم حاجة في التلوث وفي البيئة ان احنا المواد الاولية والخام اللي داخلها لك والطاقة انك تستخدمها اسهل.